سأوضح لك بعض التحويلات. تحويل ماذا؟ إذا كنت لا تشعر بإزعاج فسأحول صورتي. لنبدأ بأمر بسيط، تحويل زد إلى زد على 2. كل نقطة من الصورة يوافقها عدد عقدي زد، نقسمه على 2، نحصل على نقطة أخرى هي محولة النقطة الأولى، وهكذا نحصل على صورة جديدة. أنت ترى ليس هناك مفاجآت، فبكل بساطة صغرت وصرت نصف ما كنت عليه، لأن كل زد قد قسم على 2. يسمى هذا التحويل تحاكيا. لننتقل إلى الضرب في إي، أمر بسيط. نحن نعرف طريقة الضرب في إي، فذلك يعني فقط الدوران بربع دورة. لاحظ أن الطويلة لا تتغير، لكن العمدة تزيد بمقدار 90 درجة. إنها طريقة ملتوية للقول بأننا أدرنا الصورة. لنعقد الأمر قليلا، الضرب في 1 زائد إي. انظر إلى العدد العقدي 1 زائد إي، إنه يوافق النقطة ذات الفاصلة 1 والترتيب 1. عمدة هذه النقطة هي 45 درجة، أما طويلتها فتساوي الجذر التربيعي لـ 2، ذلك ما يتضح من نظرية فيثاغورس. وعليه فالضرب في 1 زائد إي يعني ضرب الطويلة في جذر 2 وإضافة 45 درجة للعمدة، يعني ذلك دمج تحاك مع دوران، نسمي ذلك تشابها. إليك ما يشد الانتباه أكثر، سنحول النقاط زد إلى مربعاتها، أي زد في زد. لنبدأ بوضع الصورة في مكان مناسب، دعنا نحصرها بين محوري الإحداثيات، ثم نركز عدستنا قليلا من أجل التكبير، لأن الانتقال إلى المربع سيمدد الصورة كثيرا، وأنا بحاجة إلى متسع من المكان لأوضح لك ذلك. وهكذا نستطيع الآن تحويل الصورة تدريجيا. لاحظ أن عمدة مربع زد تساوي ضعف عمدة زد، بحيث ستتحول الزاوية القائمة الموجودة في الركن الأسفل من جهة اليسار في الصورة إلى ضعفها عبر التحويل، وستكون تلك الزاوية مسطحة. لنضع الصورة في مكان آخر ولنلاحظ مرة أخرى فعل نفس التحويل، أي مربع زد. ستلاحظ مجددا تضاعف العمدات. انظر مثلا إلى سبابتي، قبل التحويل كانت عمدتها تساوي تقريبا 45 درجة، وبعد التحويل صارت شاقولية بزاوية 90 درجة. لكنك تستطيع أيضا الانتباه إلى كون الطويلات قد ربعت. لننتقل إلى تحويل جديد، ذلك الذي يحول النقطة ذات اللاحقة زد إلى ناقص 1 على زد. لا تنسى، فمع الأعداد العقدية يمكن الجمع والضرب وكذلك القسمة، باستثناء القسمة على 0 طبعا. ألا تذكرك هذه الصورة بمعبد 16؟ إن الأعداد العقدية الكبيرة، أي تلك التي لها طويلات كبيرة، تصبح صغيرة عند اعتبار مقلوباتها، والعكس بالعكس. إليك تحويلا من نفس القبيل، انظر إلى هذه العلاقة، قيمة ك تتغير تدريجيا، بعض الأجزاء تتمدد والبعض الآخر يتقلص، لكننا حين ننظر عن قرب فإننا نحافظ على الشكل حتى إن لم نحافظ على الأطوال. الدائرة تظل دائرة حتى إن كبرت، يدي كبرت ووجهي صار أصغر، لكنك رغم ذلك تعرفت علي.
إليك تحويلا أكثر تعقيدا. هذا التحويل ليس في الواقع حمية نحافة، غير أنك تلاحظ مجددا أنه حتى إن ازداد حجمي فإن شكل الأجزاء الصغيرة لم يتغير. إذا نظرت إلى زر على قميصي مثلا تلاحظ أنه حافظ على شكله الدائري. نقول إن هذه التحويلات محافظة كونفورم أو امتثالية أو هولومورفية، وهي ألفاظ معقدة مستمدة من اللاتينية واليونانية للدلالة على كوننا نحافظ على الشكل. حقا الأعداد العقدية تسمح بالقيام بالكثير من الأشياء، يمكننا أن نعتبر حتى الأس لهذه الأعداد إن كنت تدري ماذا يعني ذلك. لكن حتى إن لم تكن ملما بهذا الأمر، انظر إلى ما يفعله بالأس. قد زال رأسي؟ لا، لو نستخدم مجهرا بجوار المبدأ سنشاهد لحيتي. والآن بعد أن أدركت ما هي الأعداد العقدية وشاهدت بعض التحويلات، سأوضح لك أمرا من الأمور التي درستها عن كثب. إنك ترى هنا عددا من النقاط، بعضها أزرق داخل القرص الذي نصف قطره يساوي الوحدة، ونقاطا أخرى تقع خارجه. لنطبق تحويل مربع زاد بصفة متكررة عدة مرات ولنلاحظ النتيجة. أنت تلاحظ أن النقاط الزرقاء تظل داخل القرص، وخلافا لذلك فإن النقاط الصفراء تبتعد عن القرص وتخرج حتى من إطار الشاشة. نقول إن القرص الأزرق يمثل المجموعة المليئة لجوليا الخاصة بتحويل زاد إلى مربع زاد. إن النقاط الواقعة خارج مجموعة جوليا تؤول نحو اللانهاية عندما نكرر إجراء التحويل بدون انقطاع. إننا نستطيع القيام بهذه العملية باعتبار تحويلات أخرى، مثل تحويل مجموع مربع زاد والسي، أي زاد مربع زائدا سي، حيث السي يمثل عددا عقديا من اختيارنا. وهكذا فإننا نحصل على مجموعة لجوليا من أجل كل عدد سي، وبالتالي فالشكل يتغير عندما يتغير السي. ترى هنا بعض الأمثلة. هذا ما سميته الأرنب. وحتى ندرك كيف تتغير هذه الأشكال سأريك شيئين في آن واحد. على اليسار في الجهة الحمراء أنت ترى نقطة ستبدأ في التحرك، تلك هي النقطة السي تقوم بجولة، وعلى اليمين ترى مجموعة جوليا الموافقة لها. هذه المجموعة تتشوه بتغير قيم السي، لكن أحيانا نلاحظ من أجل بعض قيم السي أن مجموعة جوليا تبدو غير خاضعة لسيطرتنا، حيث نصبح لا نرى شيئا على الشاشة كما هو الحال الآن مثلا. والحقيقة أن مجموعة جوليا قد انشطرت إلى عدد غير منتهي من الأجزاء، صغرها لا يسمح برؤيتها على الشاشة. بنوا مانديلبروت، الرجل الذي روج المجموعات الكسورية، كان قد اقترح دراسة المجموعات المرسومة بالأحمر التي تصف قيم سي التي من أجلها يمكن رؤية مجموعة جوليا على الشاشة، أي تلك التي من أجلها مجموعة جوليا لم تنشطر إلى العديد من الأجزاء. وبطبيعة الحال فالمجموعة الحمراء تسمى مجموعة ماندلبروت، وهي مجموعة قضيت وقتا طويلا في دراستها. أقترح عليك في الأخير
رؤية مجموعة مونديل بروت عن كثب بصورة مقربة جدا والتركيز على الداخل، وهذا حتى تدرك إلى أي مدى هي جميلة. هيا لنبدأ، استمتع. لأول مرة لن أشرح لك كل شيء. تخيل مجموعة لمونديل بروت شبيهة بجزيرة سوداء محاطة ببحر استوائي، تشاهدون أعماقه بكل مكوناته. انتبه، فإنك تشاهد الآن تفاصيل مجهرية دقيقة. إن كان لمجموعة مونديل بروت حجم يعادل أرضية ملعب كرة القدم، فإننا سنتأمل في تفاصيل حجمها كحجم الذرة، جزء من مليون مليمتر تقريبا. ربما أنت تتساءل لماذا كان اهتمامي منصبا على هذا الموضوع. أولا وقبل هذا وذاك، لأن الموضوع جميل، ولأن فهم هذه الكائنات قد أمدني بكثير من المتعة. بالنسبة لي ذلك مبرر كاف كي أخصص له متسعا من الوقت، ولأن في هذه التحويلات التي تبدو بهذه البساطة يوجد ما يشبه كنه الفوضى، تلك النظرية البالغة الأهمية في العلم اليوم. أشياء بسيطة تولد بنى ثرية. إن دراسة ظواهر معقدة في أبسط تمثيل ممكن لها تشكل في أغلب الأحيان الدور الملقى على عاتق الرياضي.